أهلا بكم يا أصدقائي في سبوت أون المشاهير. بعد إصابة كارن بورسن وهاندا آرتشل بفيروس كورونا، لم ينشر الثنائي أي شيء منذ ذلك الوقت، إلى أن نشرت هاندا اليوم هذا الستوري لثلاث رسومات قامت برسمها أثناء فترة الحجر الصحي الذي تمر فيه، ووضعت ملصق مكتوب عليه ملكة الحجر الصحي ليتأكد الجميع بإصابتها بعد أن شكك البعض بالخبر. وتكلم الجمهور عن جمال رسم هاندا وعن شجرة الميلاد التي يراها الجمهور لأول مرة في منزل هاندا، وعن كلبها أزول، وعن الطبق الصحي التي كانت تأكله، وتذكروا تصريح لكارن بورسن في آخر مقابلة أجراها قائلا: في هذه الأيام أنا أكتب وهاندا ترسم.